أيضا ينضم إلينا النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك دكتور أحمد فتحي معنا على شاشة القناة الأولى، وتابعنا اليوم الجلستين اللتين حضرهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء عن التغيرات المناخية أو عن نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، موضوعات عدة تطرق إليها السيد الرئيس في هاتين الجلستين. لكن دعني أتوقف عند فكرة أو نقطة أشار إليها، هو مسألة أنه البعض بيحصر حقوق الإنسان في الحقوق السياسية، متجاهلين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء. يعني إلى أي مدى مصر في هذا الإطار حريصة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ شكرا على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني في البداية طبعا يعني بحب كده أقول إن من كده شباب العالم إن الميزة اللي بتميزه إن زي ما حضرتك حكيتي الملف المهم، الملف الحماية الاجتماعية وملف حقوق الإنسان، وأنا بتشرف أنا كوكيلا عن لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب بقول إن لما نزلنا وعملنا دورنا الرقابي داخل مؤسسات المجتمع المدني وكمان دور الأيتام ودور الرعاية، هو ده اللي الميزة إن إحنا نقول للمجتمع المصري إن دلوقتي بقت فيه حقوق لذوي الإعاقة ودور الرعايه اللي مهتمين جدا بذوي الاعاقه، ودي من ضمن ملف حقوق الانسان هو تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه، وكمان من الملفات المهمه جدا اللي احنا بندعمها في لجنه التضامن الاجتماعي ومؤسسه الرئاسه حاليا شغال عليها بطريقه مهمه جدا، الا وهو ملف حقوق المسنين، وده اللي بينص عليه الدستور. فكل الملفات دي زي ما حصل تمكين حقيقي للشباب والساده المشاهدين حسوا بيه ولمسوه، ان في شباب من سن 25 سنه لحد 40 سنه دلوقتي بقى في مناصب قياديه سواء في التشريعات او في مناصب تنفيذيه في الدوله، حاليا دلوقتي بقى في تمكين حقيقي للمراه المصريه، حقيقي بقى في تمكين حقيقي لذوي الهمم، بقى في تمكين حقيقي للمسنين، فكل الملفات دي كلها بتصب في الاول وفي الاخر على ملف القومي بتاعنا الا وهو ملف حقوق الانسان، اللي زمان كانت الناس بتبص له ان احنا مش مهتمين بتمكين الشباب. يعني الحمد لله بالفعل هو حصل تمكين على مدار السبع سنوات اللي فاتوا، لما بيقولوا ان ما فيش اهتمام بذوي الاعاقه الحمد لله الملف ده احنا عاملين فيه نجاح كبير جدا، ويعني الساده المشاهدين لمسوا ده من اخر احتفاليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بيها الا وهو قادرون باختلاف، وعلى اساسها احنا كمان اشتغلنا كنواب في البرلمان على قانون قادرون باختلاف، ان شاء الله مع نطلبه الفتره الجايه ان شاء الله باللائحه التنفيذيه بتاعته عشان يقدر يفيد اكبر عدد ممكن من ذوي الاعاقه، اللي هو كان قانون رقم 10 من سنه 2018، وبنعدل كمان الماده اللي مهتمين بيها بالنسبه للقادرون باختلاف. فكل المواد دي كلها وكل الانشطه اللي بتقوم بيها مؤسسه الرئاسه ومجلس النواب وكمان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هي غرضها الاول والاخير هو فعلا ان احنا نشوف ملف الحمايه الاجتماعيه اللي بيخص ماده حقوق الانسان. طب استاذ احمد، ده يدفعني اسال حضرتك، هل من المتوقع ان احنا نلاقي مشروعات قوانين في الفترة القادمة يتبناها مجلس النواب ناتجة عن التوصيات التي تصدر عن منتدى شباب العالم؟ احنا حاليا في انتظار حاجة مهمة جدا انا اتشرفت ان انا شاركت فيها اول امبارح، كانت ورشة بتخص اللي هو تنامي الدول النامية بالنسبة للشركات الناشئة، وشفت قد ايه ان عندنا نماذج مشرفة في مصر ونماذج مشرفة في دول مختلفة، ابتدينا نتبادل الافكار مع بعض ونشوف قد ايه في ظل جائحة كورونا ازاي ان شباب صغير قدر يعمل ارباح محترمة جدا وقدر يفتح شركات وفروع تانية في دول مختلفة، ده عندنا الاف من الشباب عندهم نفس الفكر المحترم ده، بس بينقصوا بعض التشريعات القانونيه اللي تامن له ان هو لما يفتح الشركه بتاعته يبقى فعلا الدوله المصريه واقفه في ظهره، فده دور مهم احنا هنقوم بيه الفتره الجايه كنواب عن التنسيقيه في البرلمان، ان احنا نبتدي نراجع التشريعات اللي حصلت الفتره اللي فاتت، واللي اكثر من ده ان احنا لازم نصدر قانون يامن الشباب لما يجوا يفتحوا الشركات الناشئه بتاعتهم ولما يجوا يطلبوا من عندنا حاجه مهمه يعني، ودي يا رب ان شاء الله ان هم ياخدوا المؤسسه يعني السيد الرئيس من ضمن التوصيات اللي احنا اهتمينا بيها جدا ان الدوله تنشا صندوق استثماري حكومي يقدر يدعم الشركات الناشئه بدعم مادي مبدئي، عشان خاطر لما ساعات كتير قوي لما بيروحوا للبنوك
او بيروحوا لاماكن بتدعمهم ماديا، هو للاسف بيبقى فيه تخوف كبير ازاي هيقدر يرجع الفلوس دي على مدار كام سنه. فكل ده لازم نصيغه بشكل قوانين تامن للشخص صحيح. ده كمستثمر المبلغ بتاعه، وتامن للشخص اللي عايز يفتح الشركه الناشئه بتاعته فعلا. ان هو يقدر يفتحها بامان، وتبقى الدوله مصريه امنته من خلال قانون محترم يدعم الاف من الشباب لفكره الشركات الناشئه. وده اللي احنا دايما بنقوله، ان ده لما احنا بنقول عايزين نحل مشكله بطاله، انا عايز اقول لحضرتك احنا الفتره اللي فاتت في التنسيقيه لفينا اكتر يعني اكبر عدد ممكن من الجامعات، وشفنا بجد اثار، يعني احنا بنقول اثار مبهره، بس الاثار دي ممكن تموت للاسف بسبب خوف الشباب من فتح الشركات بتاعتهم، بسبب قوانين قديمه بتقول ان انا لو فتحت شركه من هنا، انا لو حصل لي 1 2 3 ممكن اقدر يعني يحصل لي مشاكل من ناحيه حبس او او او. فده اللي احنا عايزين نامن القصه دي للشباب، ودي التوصيات اللي احنا طلعنا بيها في ورشه العمل الخاصه بالرياده. والله يا استاذ احمد يعني اسلكت صدري بهذا الموضوع وهذا الخبر، انه الشركات الناشئه الستارت اب دي هي يعني هي الفاتحة على الشباب النهاردة بأفكارهم المبهرة وباستخدام التكنولوجيا والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، هو ده المستقبل في الفترة اللي جاية. فوجود تشريع قانوني بيدعم هؤلاء الشباب ويكون مظلة لهذه المشروعات الناشئة الستارت اب اللي لسه مفهوم مش منتشر في المجتمع المصري، وكثير منا ما عندوش يعني معرفة تفصيلية بيه، ولكنه هو ده السائد ما بين الشباب وحلم كل الشباب النهارده. فده الحقيقه خبر يعني خبر جميل ان احنا نذيعه عن طريق القناه الاولى المصريه، انه يكون في مظله قانونيه تدعم هؤلاء الشباب. مستنيين منكم في الفتره اللي جايه ان شاء الله تفاصيل اكثر عن موضوع المشروعات الناشئه ودعم الشباب. بس خليني اسال حضرتك سؤال تاني ايضا عن مشاركه يعني السيد الرئيس النهارده في جلسه محاكاه حقوق الانسان. يعني احنا شفنا شباب وشفنا محاكاه نموذج مجلس حقوق الانسان، كان في شباب واعد الحقيقه، وشباب يعني مشاركه رائعه وثريه، وكان في اختلافات في الاراء. يعني كيف يعني يتم هذا الحوار الثري وهذه المحاكاه الرائعه من الشباب في المنتدى؟ اكثر حاجه جميله بتحصل كل سنه في المنتدى ان هم بيعملوا نماذج محاكاه لحاجه معينه، زي ما حصل مثلا نماذج محاكاه لمجلس الوزراء، وشفنا قد ايه لشباب هو اللي يكون يتخذ القرار ويقعد يشتغل. انا مثلا وزير للتضامن الاجتماعي، ابقى وزير للشباب، ابقى وزير للماليه، المفروض انا اطلع بتوصيات عامله ازاي، وان انا اقدر اشتغل على ارض الواقع عامل ازاي. دي حاجات مهمه جدا الشباب بيتعلموها حاليا كمان في الجامعات بتاعتهم. واحنا كمان من خلال ان انا بتشرف ان انا يعني احدى المؤسسين من اكبر مؤسسات المجتمع المدني اللي بتخدم اكبر عدد ممكن من الشباب. دي كان هدفنا ان احنا بنخلق جيل من الشباب قادر يكون عنده الفكر يعني ايه نماذج محاكاه الامم المتحده، يعني ايه نماذج محاكاه هو انسان. فالفكر ده لما الشباب بيتنافس كل سنه مع بعض، ان كل سنه الشباب بتبقى عارفه الحكومه المصريه بتقدم ايه، المحليات بتقدم ايه، ملف حقوق الانسان عباره عن ايه، ملف المجلس القومي للمراه عباره عن ايه. فكل نماذج المحاكاه دي احنا ابتدينا في مع مؤسسه المجتمع المدني بنشتغل عليها في الجامعه. الجميل النهارده اللي حصل ان ده بيتطبق كمان قدام كابتن الرئيس، ان كل واحد بفكره بيقدم ايه، كل واحد فكره يعني ايه حقوق، ملف حقوق الانسان ده عباره عن ايه اساسا، ليه بره مش عايزيننا ننجح، ليه بره دايما كانوا مستقصدين اكتر كلمه يقولها ملف حقوق الانسان، ملف حقوق الانسان. النهارده الحمد لله على مدار ال7 سنوات محققين نجاح كبير جدا. فلما الشباب دي ترجع الجامعات بتاعتهم، لما كل واحد كمان من الشباب اللي بيشتغل ويقول عمل ايه في الجلسه اللي حصلت النهارده، دي بتبقى استفاده كبيره جدا اللي هي التوعيه. ودي كمان دايما الكابتن الرئيس بيقولها، يا جماعه احنا اهم حاجه عندنا توعيه الشباب، توعيه الشباب بمشروعات حياه كريمه المحترمه اللي الدوله بتعملها. يعني ايه ان عندنا وزارات معنيه شغاله في ملف حياه كريمه؟ يعني ايه اساسا حياه كريمه؟ دي بتعمل ايه وشكلها عامل ازاي؟ ده احنا دورنا كمان كملف حقوق الانسان، ابتدينا ننزل المحافظات عشان نجيب كمان مع بالتعاون مع وزاره الهجره الشباب الدارسين في الخارج، بنقول لهم تعالوا شوفوا مصر بتعمل ايه، من غير اي عفوا في الكلمه اللي هقولها، من غير ما ان احنا نقول الله دي بلدنا جميله جدا، والمشاهد اللي بيسمعنا دلوقتي يقول لك بس ده جايبين ناس
بتشكر في الدوله، لا فعلا احنا بنشكر في الدوله عشان فعلا اللي حصل الفتره اللي فاتت نجاحات وانجازات كثيره جدا. هل في مشاكل؟ اه طبعا ما زالت هناك مشاكل. احنا دورنا كشباب ان احنا نوجد حلول للمشاكل دي كلها. اول حل نقدر نوجده الكلام اللي حاصل فيه توعيه الشباب بملف حقوق الانسان. اكثر حاجه نقدر نوعي بيها الشباب لما ينزلوا المناطق الاكثر احتياجا ويحصل فيهم تطور لحياه كريمه ويبتدوا هم الشباب دي تصور وتبتدي تقول الله دخل الميه ودخل الكهرباء ابتدى يبقى في بيت محترم يعيش عيشه محترمه فيه، هو ده نجاح حقيقي لان الدوله تقول انا مهتميه بالمواطن اللي اكثر احتياجا. فكل الحاجات دي كلها احنا ليه بنقولها او حتى احنا في التنسيقيه بنتعاون مع اكثر من جهه تنفيذيه في الدوله عشان التعاون المثمر ما بين كيان سياسي ويمثل فيه مجلس نيابه النواب والشيوخ وكمان السلطه التنفيذيه، وان احنا نقول لما المواطنين يبعثوا الشكوى بتاعتهم سواء بقى في معاش تكافل وكرامه، سواء ان في مشروع حياه كريمه او في اي مشروع بيخص المواطن، احنا نجري ورا المشاكل دي بحلولها مع الجهات التنفيذيه عشان الناس تحس لما نقول ملف حقوق الانسان ان لما حصل التمكين للشباب ادي الشباب بيتنفذ على ارض الواقع. لما نقول ان حصل تمكين للمراه عندنا زمايلنا من الساده النائبات ما شاء الله عاملين مجهود محترم جدا، بندعو الساده المشاهدين تتابع النائبات بتوع مجلس النواب بيعملوا ايه او في المواقع التنفيذيه في الدوله بيعملوا ايه. لما نقول ان عندنا ذوي الهمم انا بتشرف ان عندنا ما شاء الله حتى في مجلس التضامن الاجتماعي نائبات من ذوي الاعاقه ونواب من ذوي الاعاقه يعني عاملين مجهود جبار سواء لملف ذوي الاعاقه او ملفات ثانيه. فالتكامل اللي احنا بنقوله للساده المشاهدين عشان ممكن لو انا يعني اي حد بيسمعنا دلوقتي يقول لك ايه الغرض وايه الهدف من انتاج الشباب العالم؟ يعني هنستفاد منه ايه؟ طب ما كانت الفلوس دي مثلا كانت راحت وطورنا بيها قريه اكثر احتياجا. ده متاح وده مطلوب وده مطلوب، مطلوب ان يبقى في منتدى مع في شركات محترمه راعيه للمنتدى ده عشان نجيب شباب العالم كله الشباب من 169 دوله. انا اتشرفت معرفه ناس كثيره جدا عشان احنا عندنا جناح خاص بالتنسيقيه في داخل منتدى شباب العالم، فبيجي لنا وفود من دول مختلفه بنحكي لهم التجربه الحقيقيه في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 7 سنوات بالظبط ازاي احنا قدرنا وانا شاب عندي 37 سنه ربنا اكرمني وبقيت وكيل التضامن الاجتماعي مجلس النواب، بحكي لهم خبراتنا على مدار ال 18 سنه اللي فاتوا من خلال شغلنا مع مؤسسات المجتمع المدني، فالدوله ابتدت تسمعنا ان في شباب مجتهد ومش انا بس ما شاء الله في شباب غيري فعلا الاتجاهات بتاعتي سيره ذاتيه محترمه وتشرف موجوده داخل التنسيقيه. فلما نقول للشباب ادي حصل التمكين ده ملف قوي جدا لحقوق الانسان لما نقول ان احنا حصل لنا التمكين وبننفذ التمكين ده على ارض الواقع. صحيح. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد فتحي النائب البرلماني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.